السلام عليكم. يتم حاليا الانطلاق في عملية تاع الترميم تاع قصر الداي الجزائر في القصبة السفلى. للعلم أنه الدولة الجزائرية التي تأسست في القرن 15 في 1565 بحدودها المتوارثة عن العهد النوميدي، إذن كان لديها زوج مقرات. المقر الأول في القصبة السفلى في قصر الداي، هذا اللي راح قيد الترميم، والمقر الرئيسي نتاعها هو في القصبة العليا في قلعة الداي بالقصبة بجزائر العاصمة. إذن فيه زوج مقرات للدولة الجزائرية، والآن رانا في القصر نتاع داي حسن باشا، يسمى بالداي حسن باشا، الذي يقع في القصبة السفلى، واللي يتم حاليا الانطلاق الفعلي لعملية التجديد والترميم، واللي هذه العملية الهامة جدا واللي طالت، كان من المفروض الانطلاق فيها هذه مدة عشرات السنين، لكن تم كان الأشغال متوقفة. الآن تنطلق الأشغال، وللعلم أنه الجزائر تخفي قصور وكنوز من التراث التاريخي والحضاري والمعماري، بصخم غير مسبوق، في كنوز حقيقية تقع في منطقة القصبة السفلى. وسوف تكون لدينا فيديوهات لندخل في ثنايا هذه الكنوز المعمارية والتراثية التي يتزخر بها العاصمة الجزائرية. نخليكم تتابعوا الفيديو حول الانطلاق الفعلي لعملية التجديد والترميم لقصر الداي حسن باشا، أو قصر الدايات في القصبة السفلى. وسوف يكون لدينا مواعيد في أماكن أخرى من الجزائر العاصمة في فيديوهات أخرى. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.